باسم الآب والابن والروح القدس لآن واحد آمين. هقول لكم موضوع صغير في عالم القبطيات. كان زمان المسيحيين واقعين تحت اضطهاد، خاصة في القرون الأولى ما يقدروش يعلنوا عن نفسهم، فكان ممكن أي حد عاوز يتعرف على اللي قدامه إذا كان قاعد في قعدة أو تقابل مع مجموعة من الناس في أي مكان عاوز يتعرف عليه، فيقوم يرسم له على الأرض أو على ورقة أو على جدار أو على أي شيء، يرسم له الرسمة دي كده. فبعدين اللي قدامه إذا كان هو مسيحي فيبتدي يكمل الرسمة ديت كده. طلع شكل سمكة. ليه بقى؟ لأن السمكة ديت هي رمز للسيد المسيح له كل المجد. إزاي؟ هي معناها باليوناني إخسوس. إخسوس أهوت، أدي اليوتا والإكسي والسيتا والأو والسيما أو السي. إخسوس. ايه اخسوس ديت؟ هي بداية كلمات. بتقول ايه الكلمات دي؟ بتقول ايه؟ بتقول يسوس خريستوس سيو يوس سوتير. يعني ايه؟ يعني يسوع المسيح ابن الله مخلص. وده كانت رمزية يحاول المسيحيين ان هم يتعرفوا على بعض ايه بيها. القديس أغسطينوس اشار لكلمة اخسوس من خلال الكلمات إيسوس خريستوس يسوع سوتير. قال من خلال هذه الكلمات، بداية حروفها بتكون كلمة إخسوس اللي هي بمعنى السمكة. وأيضا القديس إكليمندوس الأسكندري كان بيحاول إن هو يعرف أولاده المسيحيين بالعبارة دي، يسوع المسيح ابن الله المخلص، فأشار عليهم إن هم دايما يوضعوا العلامة دي على الأختام بتاعتهم، يوضعوها على الأختام بتاعتهم. وصار المسيحيين في كل مكان وعلى الأخص في الأسكندرية، لأن يعتقد أن الرمزية دي ظهرت أول ما ظهرت في إسكندرية ومنها إلى روما وأنطاكيا، وكانوا المسيحيين يحفروها على الرخام أو على الأحجار أو يحطوها على أختامهم أو يوشموها على أجسادهم كلمة جميلة اللي هي السمكة اللي بتكون العبارة إيسوس خريستوس سيو يوس سوتير. شكراً.